أهلا بكم من جديد. أقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مأدبة إفطار في قصر الروضة مساء هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كما حضر المأدبة كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى وأصحاب الفضيلة العلماء وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وعدد من المدعوين. وصافح جلالة الملك المفدى الحضور وتبادل معهم التهاني بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال. وأعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على هذه الدعوة الكريمة، متوجهين بالدعاء إلى البارئ عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على جلالته بوافر الصحة والسعادة، وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها ويديم عليهما الأمن والأمان والسلم والرخاء. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك.